احنا بقالنا ايام كتير بنغطي مهرجان العالمين او مهرجان العالم عالمين، ولكن التغطية الى الان كل شوية تكشف لنا عن حاجات جديدة وحاجات مختلفة حصلت في المهرجان، اللي برغم ان هو انتهى منذ ايام قليلة ولكن ما زالت التغطية مستمرة، لان ما زال عدد كبير من الصحف لسه بيغطي المهرجان، وخصوصا الصحف اللي بتصدر باللغة العربية، بالاضافة لكتير من الصحف اللي بتصدر بلغات مختلفة. كان في تقرير لطيف في CNN بعنوان دونجوانات الفن الجميل في العالمين، وكان بيتكلم عن الفنان محمد جابر مصمم الجرافيك اللي عمل صور باستخدام الذكاء الاصطناعي لعدد من نجوم الزمن الجميل في مدينة العالمين الجديدة. طبعا حاجة ملفتة للنظر، وكمان حاجة من ضمن الحاجات اللي روجت لهذا المهرجان. احنا دلوقتي معانا الفنان الجميل محمد جابر عبر زوم. يا فنان صباح الفل عليك. صباح الفل، ايه صباح الجمال الفل والابداع عليك، ده؟ ربنا يخليك. ده من خليت زمان الناس كلها تتكلم عننا، ودي حاجة كويسة أوي. والله، الحمد لله، فضل ربنا، الحمد لله. احنا الله دايما الناس بتتكلم عننا، الحمد الحمد لله. لله، تسلم ايديكم. في البداية عايزين طبعا نتكلم عن إشادة الصحف والمواقع الأجنبية والعربية بمهرجان العالمين، واللي انتوا كنتوا جزء من هذه الإشادة. والله في الفكرة على طول، يعني صورتك جات لي اول ما شفت المهرجان وشفت المجهود الجبار اللي معمول فيه، كانت الفعاليات وقتها الفعاليات الصحفيه والفعاليات الفنيه، فحبيت ان انا اشارك بدوري. فتخيلت نجوم الزمن الجميل، لما شفت النجوم هناك، نجوم الوقت الحالي، فتخيلت لو كانوا موجودين هناك كان ممكن يبقى المنظر، بس الشكل العام. ابتديت ان انا اشتغل على الصور، ونزلت الصور بتاعتي، ما كان في رد فعل يعني فوق اللي انا متوقعه. بعد كده ابتدت الصحف تتداول الموضوع، وده طبعا كان راجع لرد فعل الناس، بان هم كانوا مبسوطين جدا، ان هم كانوا يتمنوا ان هم يشوفوا حاجه زي كده، ويتمنوا ان هم يعيشوا في العصر بتاع الجيل ده. عظيم. ما اكتفتش انك تظهر اشكال او انك تبين الدونجوانات بتوع السينما المصريه اللي متعودين منهم على دور الفتى الاول الشقي اللعوب، لا، احنا شايفين اشكال مختلفه، يعني من اول شكري سرحان مرورا بالنجم فريد شوقي وحش الترسو او نجم الترسو زي ما بيتقال. انت بينت كل الصور المبهجه اللي كانت موجوده في السينما المصريه في ايام الزمن الجميل. بالظبط، هي كانت الفكره ان انا يعني هم كلهم نجوم كبار، كلهم نجوم حبيناهم، يعني لحد النهارده عايشين على افلامهم. الفنانين نفسهم لما بيطلعوا يتكلموا ان احنا يعني من المدرسه اتعلمنا منهم. ساعتها حاولت ان انا ادور يعني ازاي اوظف الصور دي بشكل يكون يعني برضه الطابع مودر في الوقت اللي احنا عايشين فيه. بحثت كتير عن صور لمدينه العالمين، فلقيت المصور استاذ احمد رزق هو كان اكثر الناس اللي كانت مغطيه المهرجان بالصور بتاعته. اتصلت معاه وطرحت عليه الفكره، وقلت له انا عايز اشتغل على 1 2 3، وبصراحه رحب جدا بالموضوع، و يعني الحمد لله رب العالمين كان رد فعلها كويس وعجبت الناس. التصميمات دي اتعملت ازاي؟ التصميمات دي خدت مجهود كبير شويه، خدت مجهود اولا في ان انا لكل فنان كنت بنقي اختار الصور، تمام، دي اللي هي ممكن تكون مناسبه ليا كتصوير. مجموعه الصور معظمها كلها قديمه، صور متصوره من مجلات، صور يعني الكواليتي بتاعها مش كويس. فابتديت ان انا طبعا ده عشان خاطر فرق الزمن، يعني ابتديت طبعا ان انا اشتغل اول AI ذكاء اصطناعي، تمام. قدرت كتير جدا، يعني ممكن تقول صورة كل فنان كنت بدخل بعمل كل 12 صورة لشخصيته داخل الذكاء الاصطناعي، تمام، عشان يقرا ملامح نتائج. الوش ما يبقاش فيها تحريف. بالظبط بالظبط، فهو بيديني نتائج، انا بناء على النتائج دي ببتدي ان انا ابحث انهي اقرب شكل للفنان. وبعد كده اشتغلت فوتوشوب، بعد ما خدت الصور من الذكاء الاصطناعي اشتغلت انا عليها بقى بايدي فوتوشوب، قطعت الصور، ظبطت شويه في الملامح، ابتديت ان انا ابحث عن الاجسام والازياء اللي ممكن تليق
بشكل الفنان، يعني هو كان بحسب ممكن ذوقه. يديني نفس الشكل بالظبط كده، لان كان كل واحد فيهم ليه ستايل معين. احمد رمزي كان ليه ستايل، عمر الشريف كان ليه ستايل، وجدي أباظة كان ليه طبعا ستايل، وكنت حابب ان انا اوصل الكلام ده بستايل يليق في الوقت الحالي عشان خاطر يبقى الصوره متكامله يعني. وبعد كده اشتغلت عليه برنامج ثالث اسمه لايت روم عشان خاطر احاول اوصل الاضاءات بتاعتي، هي النجم نفسه الفنان للخلفيه اللي وراه، والحمد لله خلصت وكانت تمام يعني. الصور لما اتنشرت ردود الأفعال على السوشيال ميديا كانت عاملة ازاي؟ وأنا دايماً بقول، وهو ده اللي بيحصل، أنا لما بيكون في حاجة بحس إن هي ممكن ليها رد فعل قوي، رد فعل قوي ده اللي هو بالإيجابي أو بالسلبي، بقوم عامل نشر للصور وبقفل التليفون. أوكي؟ ففتحت التليفون بعدها بحوالي ساعتين، يعني أنا ده نفسي اتفاجئت، اتفاجئت بكمية الردود، كمية الرسايل، الشير، سواء شير يعني معظم مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل من صحف، اوكي كله عاوز يعني كان بيطلب مني ان هو يغطي او يعمل تقرير عن مجموعه الصور دي. الناس كانت مبسوطه جدا، كانوا بيتمنوا ان هم يكونوا موجودين عايشين معانا في العصر الحالي. فردود الفعل كانت مرضيه، ممكن اقول بنسبه 95% او اكثر من كده. انا عايز اقولك ان انت فعلا دخلتنا في المود، يعني انا مثلا وانا بتفرج دلوقتي على الصور واحنا بنعرضها على الشاشه بقول ماذا لو عبد الحليم كان موجود دلوقتي، ماذا لو فريد شوقي، كل النجوم والقامات الفنيه الكبيره المبدعه، احمد مظهر، احمد رمزي، لو كانوا موجودين دلوقتي في مهرجان العالمين. بالظبط بالظبط، الموضوع كان هيبقى مختلف تماما، يعني الناس دي فعلا احنا عشنا معاهم من خلال الشاشه. وده اعتقد ده الهدف الناس اللي دي خلاك كانت اصلا تفكر في الموضوع ده. بالظبط كده بالظبط، دي هي كانت من ناحيه كترويج لحدث كبير بيحصل في مصر تمام، ولكن كان غير اللي هو مقصود، ولكن انا ما يعني مش ترويج لحساب شيء، لا هو حبا في اللي حصل، مفهوم. اللي حصل اظهر العين. والمدينة المدينة كانت يعني معمولة بحرفية شديدة، فكان لازم إن أنا يعني أحاول ولو أحط ولو بصمة بسيطة، سواء نجحت أو ما نجحتش، بس أنا حسيت إن أنا كان لازم نجحت أكون مظبوط. وكسرت الدنيا وبصمة مقدرة كمان يعني، ويكفي إن هي اتعملت بحب. متشكر جدا ليك، شكرا، كل الشكر ليك الفنان محمد جابر مصمم الجرافيك، شكرا جزيلا ليك. على فكرة بالمناسبة قال كلام حلو قوي، قال ان هو يعني شاف اللي حصل في مدينة العالمين، فالراجل حب بمجهوده الشخصي انه يشارك، حب انه يساهم، حب انه يروج لهذا المهرجان بالطريقة اللي هو يقدر يعملها بما يملك، يعني هو ما كلفش نفسه فوق، لا بطبيعة شغله، بطبيعة فكرة جات له فحب ينفذها، فتنفذت الفكرة وخرجت بهذا الشكل، وخلت سي ان ان تتكلم عن هذا الموضوع، انه ازاي يتم الاستعانة بهذه الصور، ودخلنا كلنا في مود دلوقتي انه الناس دي عايشة معانا دلوقتي. أكيد مشاهدينا احنا استمتعنا بالصور اللي شفناها.